كبرت في واحد الوسط اللي هو فني. انا عندي الام ديالي تترسم، الوالد ديالي هو ارتيست بالطريقه ديالو. كبرت مع الصباغه، مع قلمات اللوحه، قلمات الالوان، مع الاوراق، مع لونك. يعني اصلا من صغري وانا ملي كنقول ملي غنكبر غنكون ارتيست في اي دومين، يعني غنكون كنرسم ولا مهم. يعني ما كنتش كنتخيل راسي غنكون كندير شي حاجه اخرى. ولو كوسبلاي داخل حتى هو في لاغ، لان كتمشي صباغه في الخياطه، في ديسان، في النحت، في لا كرياسيون، كيدفعك انك تقيس بزاف ديال المجالات. كنجي لاتوري هنا في الصباح، لاتوري ديال مون بير. كنجي كنبدا نخدم، ما تنحش بالوقت كيدوز دغيا، باسكو كان جو مو بلونج ان فيت في لو موند ديالي، في العالم ديالي. تنبقى نخدم بصباغه، تنبقى نقلب كيفاش نصاوب دي كوستيم جداد. يعجبني شنو تنعمل. ارتيست نورمال كنقترح عليا واش ممكن انني نصنع الكوسبلاي ديال بيرسوناج ايتو. ايتو هو لو بيرسوناج ديال لافيش، هي اللي كتمثل البولفار هذا العام. اصلا ملي كنت شفت لافيش اول مره عجبتني، ما قدرتش هذاك البيرسوناج نشوفو فيفون، لان تيبان ليا عنده ان اسبري كومباتيف، يعني اسبري محارب. ودونك انا ملي هو اقترح عليا هذه الفكره انا عجبتني بزاف، وبحال كان لي ان تحدي انني نصوب هذاك الكوسبلاي ونحاول نمثلها باحسن طريقه ممكنه. كتبان لي الشخصيه ديال ايتو بحال شي محاربه امازيغيه، بحال كتمثل اي مراه عندها واحد القوه، واحد الشخصيه قويه. كتبان غير من النظره ديالها، وهذاك الشيء اللي انا اعطاني الرغبه اكثر من انني نصوب ليها نصوب لو كوسبلاي ديالها. كنخرج من هنا تصور معايا بزاف الناس في الزنقه، يعني بزاف الناس كيسولوني واش هذه جمعيه، واش غادا السيرك، واش غادا الانيماسيون. هذا كنشرح لهم بان لا راه هذا الكوسبلاي ديال البولفار، وليني بزاف الناس ما عجبهم. وحتى في ستاسيون ديال التراموي ولاو تيعرفوني، لان وليت كنمشي ديما وتنجي ديما، وما كان حتى شي ديرونجمون. بالعكس كاع الناس اللي كانوا في الزنقه كلهم تيشوفوك بواحد النظره ديال الاعجاب، وتيقول لك بان خاصك تكون زعما شجاع باش تخرج ديفيرون. وانا زعما كان كيعجبني لا رياكسيون ديال الناس، لان كتوريهم شي حاجه ما مولفينش عليها، شي حاجه اللي باقا ما معروفاش هنا، واللي هما كيستقبلوها بواحد النظره زوينه. في البولفار كانوا الناس بزاف تيعجبهم لو كوسبلاي، كلشي كان تيقول لي بان عجبتهم ديك الانيسياتيف انه كاين كوسبلاي في ليفينمون. خديت بزاف ديال التصاور سوفينير مع الناس، كاينين لحد الان باقي الناس. انا مشيت لان اوتر ايفينمون من مورا البولفار، وكاينين ناس في الزنقه لقاوني ما كندير ان اوتر كوسبلاي، وقالوا لي انت هي اللي كنتي دايره في لو بولفار هذا. قلت لي عاودوا، يعني كان ليكو كان زوين من عند الناس. قبل البولفار كانت عندي مع علاقة ديال ان كونسير دو ميوزيك اللي كنت كنحضر ليه بحال بزاف ديال المغاربة ان طونك فان. مي دابا من مورا الكوسبلاي هاد العام فاش درت الكوستيم، ولات عندي مع علاقة شخصية، وواحد الذكرى اللي هي زعما عندها واحد المكانة ديالي ما غنساهاش. سي سو اللي كتكون ديفيرون ديجا، الناس تيشوفوك بحال شي انسان غريب. مثلا الا كنت داير ان ديغيزمون، اول حاجه تيشوفوك تيقولوا بعدا هذا علاش لابس هذا ديغيزمون. بعدا يعني عنده واحد لانتيغي، ماشي تيشوفك وتيهرب، بالعكس تيشوفك وتيبغي يجي عندك يعرف شنو اللي تتعمل. الناس ماشي غير في المغرب، في العالم كامل ما تيقبلوش، كتجيهم لا ديفيرونس شويه صعيبه انهم يقبلوها، لان كل واحد عنده واحد
واحد الموديل غادي عليه وان فوا تخرج على داك الموديل غير شي شويه تيشوف فيك واحد النظره ديال انك انت سوا ماشي طبيعي الا ما مشيناش عندهم حنا وما قربناش ليهم حنايا ووريناهم وقربناهم لا ديفيرونس اللي هنا في اخر المطاف راه ماشي اون ديفيرونس راه يعني ما كان ماشي شي حاجه خايبه بالعكس ولكن نحاول نشرحوها لهم ونقربوهم منها باش يفهموها وهكا باش غادي يقدروا ياكسبتيوها.